استمرت هذه الجلسة في أجواء عادية جدا، راكم حضرتوا، ابتدأت صباحا انتهت في حدود هذا التوقيت هذا بالذات. تم تأخيرها لجلسة 27/10 لاستكمال استماع لهذا السيدة اللي المفروض أنها زعما هي المحرك الرئيسي ديال هذا الملف هذا، بحكم أنها هي اللي كانت كتصل بالناس المحسنين وكتجمع التعويضات. أنتم غادي تشوفوا وأكيد غتكونوا تفاجأتوا أنهم داخل الجلسة كيف ما كنا كنعبروا قبلا في المرحلة ديال التحقيق، وكنا كنقولوا بأن راه المتابعة أكبر حجما وأكبر من الناحية القانونية والموضوعية والشكلية من هاد الناس اللي كيتواجدوا هنايا. ملي غادي تجيو تسمعوا منك شفتوا دابا شنو هي العرض ديال المساهمة المالية اللي كانت كتبان لكم كلها في حدود 500 درهم 1000 درهم وكتوصل حتى 2000 درهم. هذه هي المساعدات المالية اللي كانت كتجمع هاد السيدة وكانت كتجمع من مجموعة ديال الناس، حيت في الأول هادشي ما كناش بغينا نقولوه لأن كانت المعطيات باقا في إطار سرية وباقي ما سمعوش السيدة. منين سمعوا لها في واحد المرحلة أنا غنقول لكم شنو واقع دابا عند هاد السيدة هادي. هاد السيدة اللي كانت العائلة ديالها كلها كانت كتلقى العلاج في مصحات مختلفة، وفي الأخر مشات داتهم المصحة ديال الشفاء وتلقات واحد الرعاية خاصة وبان لها بأنها كاينين مجموعة ديال الناس ما كتلقاش الاستشفاء اللي هو المفروض أنه خاصو يكون في الدولة، يعني مستشفى كما كتقول هي بان الاب ديالها 8 شهور باش عطوه موعد في واحد المستشفى تابع للدوله تمات. هادشي قالت لك اللي خلى يحرك فيها هي هذاك الجانب زعما اللي هو احساني وجانب ديال المساعده، وبغات انها تعاون هذوك الناس، فكانت كتتصل بواحد الناس اللي كانت كتعرف الاسماء ديالهم من المحيط ديالها بانهم راه كيساعدوا، كاين اللي هو اللي كيطلب منها انهم ملي تكون شي حاله معوزه في اطار تلقي العلاج ولا كذا انهم يساهموا في اطار الاحسان. فهادشي اللي كانت كدير هي ما كانتش عارفه بان الامر يتعلق باحسان عمومي او غير احسان عمومي، وان الامر يتعلق بجرم او انها ترتكب شي جرم. هي كانت كتتصل بواحد الناس اللي هما كانوا طلبوا منها بانها الا كانت شي حاله معوزه انهم غادي يتقدموا بمساعدات، وكتشوفوا جميع الوثائق البنكيه اللي دلات بها المحكمه واللي عرضات على السيده، والسيده ما نكراتش وقالت لهم فعلا كنعرف هاد الناس هادو. المساعدات كانت في حدود 1000 درهم 2000 درهم، في حين ان كان دوفي ديال الاستشفاء كيوصل حتى 100000 درهم ولا 80000 درهم ولا 30000 درهم، فما كانش كتاخذها من عند شخص واحد، يعني كانت كتجمعها من عند هذا وهذا وهذا، وكانت في الاخر كتعطيهم المصحه في اطار انهم يخلصوا هذيك لافاكتور ديال واحد الشخص مريض. تعرضت عليها مجموعه ديال الصور، هذه الصور هذه اللي كانت هنايا هي كتقول بانها من مستشفيات وحدين اخرين، لانها قالت ما كتعاملش غير مع في اي واحد كيعيط لها في اطار المساعده، يعني ماشي متخصصه في مصحه الشفاء، اي مصحه او اي طبيب طلب منها المساعده كتقدمها ليه. فهذا هو الامر اللي كان دابا تناقش هنايا داخل الجلسه. مجموعه ديال المعطيات او مجموعه ديال الناس كاملين اللي سمعنا لهم اللي سمعت لهم المحكمه في بدايه هذا الملف لغايته كيقولوا بان الامر ما عندوش علاقه بالدكتور تازي، وبانه ما كانش عارف هذا الشيء نهائيا، وبان الامر يتعلق فقط بموظفتين او ثلاث موظفات، يعني هذه السيده هذه وجوج موظفات داخل المصحه، انهم كانوا كيديروا في اطار التسهيل ديال الاداء ديال الفواتير اللي كتكون عالقه وديال الناس اللي كيكونوا معوزين وما عندهمش الفلوس باش انهم غادي يكملوا الاستشفاء ديال واحد طفل او شخص او سيده او سيد كان داخل المصحه. وكاملين كياكدوا على لان لا حسن التازي ولا منيا بشقروم ما كانش عندهم لا علم نهائيا، ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الامر هذا، وهي كتقول بانها ما عمرها ما اعتقدات بان غادي تدخل الحبس بسبب انها كانت كتطلب مساعده باش واحد طفل او رضيع او سيد او سيده كيتلقى العلاج ديالو داخل المصحه. هاد الامور هذه هي اللي حنا سمعناها من الصباح لغايه وقتي، وتم تاخير الملف لاستكمال المناقشه معها في هذا الاطار هذا. طالب ديالكم يعني بالصراحه المؤقت؟ لا ما كاينش دابا وقت ديال الصراح مؤقت، دابا كاين واحد الوقت ديال مناقشه الملف، ماشي وقته نهائيا، حيت غتولي هو الصراح مؤقت يطلب في اي مرحله من مراحل التقاضي، هذا فعلا ده حق ديال كل واحد، ولكن حنا وصلنا لواحد المرحله ديال اننا كنسمعوا الاطراف اللي هما اصلا كاينين في الملف، والناس اللي كتدلي دابا التصريحات ديالها امام الهيئه، والناس اللي كتعرض عليها التصريحات ديالي اللي كانت عند الشرطه واللي كانت عند قاضي التحقيق، وكتعرض عليها التسجيلات الهاتفيه ديال المكالمات الهاتفيه اللي كانت بيناتهم، فما كاينش دابا مجال نهائيا المطالب بالصراحة. دابا اللي بقى المجال ليه هو انهاء المناقشه مع هاد الناس اللي كاينين داخل الملف باش نبداو حنايا المرافعه في اطار هاد الامور كامله اللي هضرنا عليها داخل الجلسه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.